حكم المعرفة جوزيف غوارديولا لقيمة هذا اللاعب أعتقد بأنه لن يجد مشاكل. توريس يصطدمون بالدفاع مرة أخرى، ثالث كرة يستقبل توريس، تقرأ بسرعة من جانب الدفاع، يبقى الضغط على المناطق الدفاعية. سلام الثاني للمنتخب الإسباني هذه المرة طريق سيس فابريغاس، الهدف رقم 13 لفابريغاس مع المنتخب الإسباني. لاعب البارسا لم يظهر بتلك الصورة القوية مع برشلونة هذا الموسم، ولكن في بعض الأحيان كان لاعبا مؤثرا. هنا الضربة الرأسية وانهيار الدفاع في هذه اللقطة، شاهدوا لمسة رائعة، هنا اللمسة الرائعة من خوان ماتا والمتابعة المثالية من جانب اللاعب فابريغاس. شاهدوا اللمسة الرائعة، شاهدوا التمريرة مقنعا مع نادي الريال، بينما الكرة عرضية يتدخل الدفاع مرة أخرى. مونوما الهدف، الهدف الأول لمنتخب هايتي. إذا هايتي يدخل التاريخ، نعم يدخل التاريخ، يحقق الإنجاز بتسجيل الهدف في مرمى المنتخب الإسباني. شاهدوا الفرحة وأجواء، نعم استثنائية، لاحظوا يعني الكل يشجع هايتي، الكل يساند هايتي. تحدثنا عن هذا الجمهور الذي جاء خصيصا لتشجيع منتخب هايتي، وفعلا هنا الصورة معبرة لفرحة كبيرة جدا، لأنه فعلا اليوم الحدث هو هدف هايتي في مرمى المنتخب الإسباني. شاهدوا طريقة المرور، ولكن هنا عملية تخاذل وتساهل كبير وتهاون كبير من جانب دفاع المنتخب الإسباني. شاهدوا طريقة الوقوف من جانب الدفاع رغم محاولات اللاعب أسبيليكويتا، ولكن في نهاية المطاف منتخب هايتي